هن مخلوقات عجيبه. بعض المرات ما كيتفهموش دوك التصرفات ديالهم. والمشكله انه احنا ما نقدروش نعيشوا بلا بهم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا فيديوهات ديال ومن قبل ما تهبطي واش كتبي كومونتير خايب تهني، راه غنديروا فيديو جاي ديال الرجال كنهضر بحال اللي انا سلوقي. الاخوان بغيت نشكركم بزاف على الدعم ديالكم في الفيديو اللي فات، وكنتمنى انكم تدعمونا حتى في هذا الفيديو. ليتس جو. في العظيم ان ما في اي فلتر انا حاطته لنا حاليا، وهالمصحف الكريم وهالقران الكريم، انه انا مو مسوي عمليه الخشمي ولا مسوي اي عمليات في وجهي غير فيلر شفايف وسويت شفط للدبل تشن او اللغلوق تحدد الوي، هذا كل اللي مسويته. كتعرفوا دوك الفيزان اللي كانوا كيتباعوا ب 260 دايرين هيك بق، زعما فيهم نديرو فيهم الورد، هو ورد ديال بلاستيك. ها تحلف بالله، دابا بغيت نعرف على القران اللي كتحلف به. ما عندهاش قران حتى في الدار، جابت ابليكاسيون في التليفون وكتحط يديها على الابليكاسيون كتحلف. والله ما دايره شي فيلتر اخيتي، مو في العرمو بتفصيل. شي راه راك دايره نفخات تما. حلفت على القران الجوال حني جاي الريد بول. المصحف العظيم ان ما في اي زوجة تحلف بالقران ابليكاسيون. ما يسولوا الاخوان الناس اللي كيفهموا في الدين، واش الا شي حليت لابليكاسيون ديال القران وحطيت يدي وبديت كنحلف واش دايزه؟ بالرغم انه ديك لابليكاسيون راه كاينه في واحد التليفون، نقدر نشوف فيه شي حوايج خايبه، نقدر ندوز شي فيديو فيه شي كلام فاحش، فهمتي؟ يعني واش دايزه ديك الحلفه؟ وكتحلف بالله قالت لك والله ما دايره شي فلتر، والله ما دايره شي عمليه. الفلتر انا حاطته لنا حاليا. طبيعي. وهالمصحف الكريم وهالقران الكريم انه انا مو مسوي عمليه. كيفاش كتناسي على جنب؟ كيفاش كتناسي على جنب؟ ديال الخشمي ولا مسوي اي عمليات في وجهي غير فيلر شفايف. وسويت شفط للدبل تشن او اللغلوق تحدد الوي، هذا كل اللي مسويته. الباقي ابر نباره بس ما تنفخ، مو فيلر، مو بوتوكس، مو هالامور. الله يسمح لنا وحق، الله يسمح لي وحق. عرفتي هذا الفيديو هذا شحال من واحد ما يبقاش يحملني، والله العظيم الله يسمح لنا. هذا الفورمات ولاو كيدخلوا لي التناوب، ما بقيتي كتعرف البنت من الراجل، والله القاسم ولاو شي دار. كانت عندها خدمة وحدة فقط، كانت عندها خدمة وحدة انها تشد تشيري، ضرباتو على وجهها. ومن Is it disrespectful if your boyfriend likes other girls' bikini pictures? Yeah, of course. قال لها واش هي قلة احترام الى صاحبك دار لايك التصاور ديال البنات اللي لابسين المايو؟ قالت لي اه، قلة احترام. Yeah, disrespectful. Yeah, totally disrespectful. Okay, do you post bikini pictures? Oh yeah. قال لها واش كتحطي تصاور وانت لابسه المايو؟ قالت لي اه كنحط. Is that not disrespectful to him? قال لي واش ماشي قلة احترام بالنسبة لي هو؟ Wait, no. Why is no. it? Why no. not? No, no, but no, why? it's not. Why? غبيات، فهمتي؟ والله حتى غبيات برب، ماشي كلشي ولكن الغالبية. تحط تصاورها حوايج مزيرين، كتبين لك الوجه الآخر، كتسنى الناس يديروا لي لايك، وتصور لما ضربتش 10,000 لايك كتهايدي لي لايك، الى ما ضرباتش كاع كيجي اكتئاب، كتمسح التصويره. انت دير لايك لشي وحده واخا تكون غير كتقرا معاك ولا تكون كتقيدها الغياب، هذيك خيتي لا كدا دير لك فيلم والدراما، ولكن هي خاصها توصل تفوت واحد 10,000 ولا 20,000 لايك. شكون دوك خوتنا هنود جاو من كوكب ناميك؟ شوف كيولي وجهه، شوف. Listen, it's different. It's just different. Different. Well, I'm female and he's male. هي انت هو وذكر. So it's different. Because I'm a woman and he's a man. So it's different. I'm so sorry. والله يا تعالى I'm so sorry bro. وحق قرب. والله يا جماعة I'm so sorry بالله. معلم تشوفي تقولي اسمح لي. I'm so sorry. أقوى تغيير ممكن تشوفه في حياتك، درت عملية، تا 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 تا
راس كامل تبدل بشع. وصلت شي راس حطيت شي راس. انت كيفاش كنربو جهه بالطول شويه ولا بالعرض؟ تسليم منكم وحق الرب. والله يجي تسليم بالله. تقول النسوية ضد الدين صح؟ نعم. طيب على اي اساس قلت هذا الشيء؟ من اول انت في البث ولا لا؟ لا تقول لي لا تقول لي لا تقول لي كتب، لا تقول لي الاسامي الغريبه اللي انت بتقولها. انت اسمعني 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 يا اخي. مين تكلم يا بنت هذا؟ مين قاعد يتكلم؟ اسمعني اسمعني قاعد ساكت انا. تفضلي. تقول النسوية يعني مين ممكن النوع ديال النسوية شو مع السباب وحده؟ راه ما هدرش باقي ما قال والو، وهي دابا راه كتقولي ديك اسمعني اسمعني باش تجمع الافكار المسرطنه اللي عندها هي في عقلها. واش فهمتي؟ وهي كتهاوش مع الاصوات اللي في عقلها. هو راه ما هدرش. النسويه ضد الدين صح؟ شوف نعم سمعوه. طيب على اي اساس قلت هذا الشيء؟ من اول انت في البث ولا لا؟ لا تقول لي لا تقول لي لا تقول لي كتب، لا تقول لي الاسامي الغريبه اللي انت بتقولها. انت اسمعني 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 يا اخي. مين تكلم يا بنت هذا؟ مين قاعد يتكلم؟ اسمعني اسمعني قاعد ساكت انا. تفضلي. تقول والله القاسم الناس الله يتمساكن بالله. الله Ismael, escucha a tu madre. Claro bien. Ya me tienes harta, Ismael. Eso hace siempre cuando hay gente, ¿no es cierto? في الاخر تلقى جداه كتقول لك واه 20 عام ما شفتش ولادك. ها شي ضربه بالدجاجه الراس. اشنو زعما حد واحد عصبها وكذا؟ وهي اللي تجي تهز الدجاجه وتضربوا بها الراس، راه تهز اي حاجه تضربوا بها. لذا صديقي الرجل ما ديرش شي حاجه اللي غتعصب امك او مرتك او اختك، راه كيضربوا باش ما كان. نصيحه جاب الدجاج. ديك احس اني احب الشاهي اكثر من العصير. شوف العصير نزلته هنا، ما اعرف يا اخي، احس العصير وقت الصبح ما هو حلو. الشاهي ما ادري شو اقول لك، بس انه يعني حاجه حاره على الصبح مره مره يعني. والعصيرات المعلبه اكثر شيء. خلاص خلاص سديت راجله نفسي خلاص. ايش فيك؟ تبغين شاي هذا الشاي، تبغين عصير هذا العصير. دو 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 دو. خلاص يلا صباح الخير. سولف لك يا اخي. لا تسولف الصباح لا حد يسولف. بالروج ولا انا درني راسي من هدرته، فهمتي؟ اختي الكريمه الله يرحم لك الوالدين، دابا الناس المزوجين هما اللي غيفهموني. ملي كتحط الماكله كناكلو كناكلو، ما كنصوروش كناكلو، فهمتيني؟ خاصنا ناكلو ماشي نصورو ونبارطاجيو. دابا نتوما كتبارطاجيو باش تعيقو تبينو انكم نتوما عايشين الحياة. نو راه كاين اللي كيحسدكم الاخوان، ما تستهنوش بالحسد الاخوان. راه كاين اللي كيحسدكم اخوتي واللي تيقولك كاين ناس كيموت بالجوع وكذا. اللي كيموت بالجوع ما عندوش ايفون وما عندوش كونيكسيون، ما عندوش تليفون باش يشارجي كونيكسيون، وداخل كيتسارى في انستغرام باش نكونوا فاهمين. اللي كيموت بالجوع على خارج كيقلب على طرف ديال الخبز. يعني ما تكونوش نتوما منافقين، ما بقاوش تناقضوا مع راسكم. شحال واحد ما تعجبوش الهضره، ولكن كما قلت لكم ملي كتحط الماكله ما كنهضروش كناكلو. يلا انت ها هو مو ردات وسد. كاين الفيضان، امك اش غدير؟ خرج رد كالي عليا الماء. ما عرفتي شي عمود ولا شي حاجه يتمجيك مع الماء وباق. هاد المراه ذكيه، هذا كيتسمى استغلال ديال الموارد الطبيعيه بشكل امثل. دابا انت قاعد في الدار كتاكل، انا عسليه في الدار، خرج هضر على داكشي اللي كتاكل، على الاقل تستافد منه. يلا دي تشارك معاه في مسابقه، الناس كيجروا وهي كتدفع فيهم قدام. فاش كانت تتفكر؟ فاش كانت تتفكر؟ دابا هادي هاديك اندبندنت وومن، فهمتي؟ نو ما تقولوش لي شنو غندير، غندير داكشي اللي قال لي دماغي. You like it? I love it. You like it? I do. I love it. I don't just like it. I love it.
تشتري طموبيل واو سداسة حلم يا أخوي. It's awesome, right? It's the one you wanted. Perfect. مالك تدير أخوي؟ واعرة حوا أخوي. مرسيدس كلاس الجي. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله. Are you crying? Is it okay? She's crying, bro. C'est normal. No, 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 stop. Are you alright? You good? Hey, Annie, you alright? What's up? Turn it off. What's, hey, funny, what's wrong? It's the wrong color. You got... نعم. نعم يا بنت. قلت لي اللون غلط. ما عجبش اللون. The wrong color. شي وخا يكون لون. حاشاكم خري. أعطيها لي. شي تجيب لي بلون خري. لون خي أنا. I want the other one. Not this one. Are you joking, right? No. You're kidding me, right? Take it back. Take it back. It's 175. 175 مليون بشري. أوين أوين. خويا خلي الطوموبيل ورد هي. رد البنت هي هي كيف ذا كار ريتيرن ذا جيرل بريك اب ويز هير ايميديتلي ما خدامينش بحال هاد انستنت ديفورس انستنت ديفورس حول ولا قوه الا بالله اللون ما عجباش لا ما خرجتش في الدري لا جيت من الحمام كيفاش لا انا مازال في الدار تنشف شعري انا نشف شعري ونعود نعيط لك باي باي شو واقع كتقبل المغربيه شتي دابا خشي واش في نظرك دابا هذا انجاز واش في نظرك هذا انجاز تقدري تكوني غير مطلعاها اي واحد غيبغي يتزوج بك غيشوف هذا الفيديو هذا غيولي راجع نفسه وايلي واش بصح كانت مطلعه واش بصح كانت وراي العائله ديالك ملي غيشوفوا هذا الفيديو وايلي يعني بعض المرات كديروا فيديوهات خاصكم تردوا ليها البال خاصكم تردوا ليها البال قبل ما تبارطاجيوها انا غنصح ولكن غير باش نكونوا فاهمين راه ماشي كاع البنات شوف اخي الرجل ماشي كاع البنات يديروا هذا الفعايل حتى حنا الدراري كنديروا كنديروا هذاك الفعايل فهمتي هكذا راني في العزو فهمتي ولكن انا شنقول نصيحه لهاد البنت هادي ماشي مصالحك ماشي مصالحك هما البنات ديروا بحال هاد الفيديوهات فهمتي انا مالي كاع الفتوى صح فضل. انا كنت بس بحب واحد وكنت متجوزه وكان معلش كان متجوز رحت للشيخ وقال لي عامل لك قلب وخليه يحبك وهياخد مني 10000 جنيه وفعلا اديته ال 10000 وطلق مراته واتجوزني لا حول ولا قوه الا بالله طلق مراته وعشت معاه يعني احلى سنتين في حياتي وخلفت منه بنت وبعدين معاملته اتغيرت معايا وسابني ورجع لمراته الاولانيه طبعا وعرفت انها راحت لنفس الشيخ مراته الاولانيه استني مراته الاولانيه راحت لنفس الشيخ اللي انت رحتي له اللي انتوا معتقدين اللي هو اللي عمل الليله دي كملي هتفضلي ولما رحت للشيخ قال لي ده شغلي واكل عيشي بس انا عادي ممكن ارجعه لك بس تاخد منك 30000 لا حول هو ياخد منك كام 30000 ما شاء الله طب ما تدفعي له ال 30000 ما انا مش معايا الفلوس فقلت اخد قرض تاخدي ايه في ناس اخد قرض لا اله الا الله في ناس بتقول ان القرض حرام بس لو حاجه ضروريه مش حرام شي العيال اللي مش يخدموا قالوا من غيوصلونا انت هذا هو الدين تسع على صلم تسع على صلم الدين تسع على صلم الشيطان ما غيفهم توزع مفرقه الراجل مع مرته حطات 10000 جنيه تزوجها دوزت معاها عامين ولدات معاها بنت مشات مرته الاولى عند داك النيت السحار اللي سحار لها باش فرقها مع راجلها رد ليها راجلها وطلقها للمره الثانيه بغات هي ترجع عند السحار قال لها غتعطيني 30000 جنيه نحيدو من المره وردوا لك ويلي الناس خدامه كتدخل الفلوس ناس ما مسالياش اصاحبي والراجل مسكين من هنا لهنا من هنا لهنا سقع وشكون اللي ضارب الحصيصه ضارب هذاك السحار كون هما يتزوجوا بيه بجوج وكل وحده
تعطيه ماندا الراجل باش يوقع معاه، فهمتي؟ اه نتوما خدامين مع الراجل والراجل، فهمتي؟ بخير مالكم عليه هاد السم هذا كامل؟ لا ما تسحروا ودي ولدك خونا كتنوز عليكم مكرفسين داك الراجل، عطيو داك الراجل وغيتزوج بكم بجوج. اش غديروا؟ خرجوا نتوما ضربوا تماله خدمه وسدوا عليه هو في الدار. يا ربي السلامة. عرفت زوجتك؟ يا انا يا التليفون. وي شو اختاريت؟ التليفون. بتحطي نفسك في مواقف بيخة. عرفتي مرتك تقول لك ولا انا ولا التليفون تقول لك التليفون؟ اها ملي كتقعد تصوت ولا شي حاجة راك شارجي. انت حاط راسك في مقارنة مع التليفون واش تبع عقلك؟ If you saved a dollar a day for a year, do you know how much money you'd have? Roughly $30,000. درهم في النار الإخوان اللي حطيناه كل نهار لمدة عام. شحال غتكون عندنا؟ هذه راه عدى 30,000 يوم في العام. بابا قال لي هعلمك السواقه وانت 14 ومات وانا 13. راجل نصاب بلف لي دماغي في دقيقه. راجل نصاب بلف لي دماغي. الحمد لله الحمد لله مات وارتاح منا. الحمد لله شنو قوة الصدمة ديال الموت؟ شي شويه تحط صوت بواميت وتقولك راجل نصاب. سلينا ومن سلينا.